كان الملازم في الضول الذي كان يأتي كان يزور السجن بين الفينة والأخرى، والذي كان يشرف كان المتخصص في هذه الأشياء. جاء ليلا وتوزع عليهم حقائب جلدية وطلب منهم أن يضعوا كل أسمالهم البالية في تلك الحقائب، ولبسوا ألبسة جديدة وسيق بهم إلى حيث لا ندري. في الصباح قال لنا الأصدقاء، سمع الأصدقاء في العنبر الثاني حارسان يتحادثان، فقال أحدهما: ماذا وقع لهؤلاء؟ قال لا، أجابه الأول بأنه سيق بهم، جاء في الضول وساقهم إلى مكان لا نجهله. وقال من نبش هذا القبر؟ قال نبشه في الليل وأخرجوا جثة الملازم المتوفى وضعوه في سنة. لما خرجنا كان الباب يفتح ورأينا الفضول. هذه أول مرة يفتح عليكم الباب؟ أول مرة نراه. الفضول كان ملازما فإذا به مقدم ليوتنون كولونيل، هو الذي جاء بكم إلى السجن، وهو الذي جاء في طلبنا لكي يعيدنا. المهم كان ينظر إلى النظرة ثاقبة وبازدراء من أنت؟ يتحقق من هويتنا، وكانت الكشافات ضوء مسلط علينا. كان يقول افتح عينيك، من أنت؟ أقول أنا محمد فضول. كان هذا الرجل في بادئ الأمر ضابطا بالاستخبارات الفرنسية من مواليد 1930، رجل قاسي وفض لا يرحم، تكلف بأغلب المهمات السرية، عمليات الاختطاف والتصفية الجسدية في عاد الدليمي وأوفقير وحفيد العلوي. كيقول عليه المحجوب الطوبجي في كتابه ضباط صاحب الجلالة، فضول هو القائم المباشر على نزلاء تازمانمارت بعهد الحسن الثاني. إنه جلاد لم يسبق له مثيل في الجرح الغائر، تعلم القتل والعنف على أيدي الفرنسيين عندما كان قائما على الدرك في عهد الاستخبارات الفرنسية، وهو الذي لم يكن يتكلم العربية إلا كما ينطق بها معلموه المستخبرون الفرنسيون. لغته كانت هي القتل والتعذيب وسلخ الأجساد وسحب الرجال من خصيهم والقتل. الاسم ديال فضول كان مرتبط كما قلنا بعمليات الاختطاف، العمليات السرية والتصفيات الجسدية. ومن أهم المهمات اللي تقلد بها الملازم فضول هي مهمة فلورنسيا. كان يوم الثلاثاء 7 غشت سنة 1973 وعلى الساعة 2 صباحا جعل رأس فرقة من الدرك الملكي مدعومة بالشرطة ورجال الجيش، تعلوهم قسمات العدوانية والغضب، غيعصبوا أعين المعتقلين اللي غيديوهم لتازمانمارت، ركبوهم في شاحنات واتجهوا بهم إلى قاعدة الجوية الثالثة. لقوا في انتظارهم طائرتان من نوع 630 و 619. أمر الكوماندار التلمساني الضباط وقائد المهمة الملازم فضول أن توثق أيادي المعتقلين وراءهم وليس أمامهم لمزيد من الحيطة والحذر. وقلعت طائرات متجهة نحو الجنوب إلى تازمانمارت. أشرف فضول شخصيا على إلقاء جميع المعتقلين في قبور مظلمة، ورجع باش يرفع التقارير ديالو الكوموندون العنيقري ومن ثم الدليمي وحفيد العلوي اللي كانوا مسؤولين مباشرين على معتقل تازمانمارت، وهم اللي كلفوا الملازم فضول بهاد المهمة. انتهت مهمة الذهاب فلورنسيا، ومنين مشى فضول وتأكد أن السجناء في الزنازين ديالهم، غرقوا السجناء في ذاك المعتقل مقسمين على جوج، العنبر واحد والعنبر اثنان، في ظلام دامس وقبور ضيقة. كان في الطول كيجي مرة لمعتقل تازمانمارت سنة 1978، وفي واحد الليلة غيجي الملازم في الطول لتازمانمارت مع الفرقة دياله المرعبة، وجايبين معاهم
الأفارقة اللي جابوهم من سجن آسفي إلى معتقل تازمامارت. غيبقاو هاد الأفارقة أشهر في المعتقل، ما قدروش يتأقلموا مع البرودة ديال المنطقة، كانوا كيصرخوا وكانوا كيغوتوا، ومات منهم واحد. وبعد أيام قليلة من موت الضابط الإفريقي في معتقل تازمامارت، غيجي الملازم في الدول وغينقلهم إلى منطقة مجهولة. سجناء ديال تازمامارت كيسمعوا الصباح جوج ديال الحراس وهما كيهضروا، واحد قال الآخر شنو هو المصير ديال دوك الأفارقة البارح؟ كيجاوبوا الحارس الثاني قال ليه راجع في الدور، ونقلهم معصبي العينين وعطاهم ألبسة جديدة، ولدرجة أنهم فاش كانوا غاديين نبشوا القبر ديال الصديق ديالهم وهزوه ومشاو معه في الضول إلى مكان ما معروفش. غدوز الشهور والسنين على المعتقلين اللي في تازمامارت وهما كيعانيوا الأمرين، فصل الصيف وفصل الشتاء. غبر عليهم في الضول حتى لواحد النهار، وفي واحد الليلة غيجيب ضحية جديدة المعتقل تازمامارت وهي الصديق الميلودي. هاد الصديق الميلودي كان رقيبا بالقوات المسلحة الملكية، وكان كيحضي واحد البناية مع واحد الرفيق ديالو. بقى الصديق الميلودي كيتكلم في ديك الليلة على النظام بطريقة غير لائقة، وشبيه الصديق ديالو. وفي صبيحة اليوم الموالي وفي طريقه للخدمة كتوقف عليه واحد السيارة، كيهزوه وكيلقى راسو أمام فضول اللي غيلوحو في معتقل تازمامارت وغيموت فيه. وفي الدول ما كانش مسؤول فقط على العسكريين، فهو اللي جاب الإخوة بوريكات لمعتقل تازمامارت. كان مجيء في الدول كندير شؤم للمعتقلين، فهو إما غيجيب معاه ضحية جديدة، وإما كما كانوا كيفكروا المعتقلين أنه غيجي واحد النهار وغيصفيهم كاملين جسديا. لكن توالات سنين على هذا الحال حتى الحدود 1991، نهار قبل هذا التاريخ غتوزع على المعتقلين بدلات عسكرية وأحذية جديدة. في ديك الليلة كيتحلوا عليهم بيبان الزنازين، وكيدخل عليهم ليوتنون كولونيل في الطول معاه الفرقة ديالو وطبيب، وهازي البيلات في يديهم كيصيح بقوة في السجين شكونتا. تيجاوبوا السجين أنا فلان، تيضرب ليه البيل في عينه وتيقول ليه حل عينيك مزيان. كان كيتأكد من الهوية ديال السجناء حتى وصل لمحمد الرئيس، قال ليه شكونتا؟ قال ليه أنا محمد الرئيس، ضابط مدرسة أهر مومو محكوم عليا بالإعدام. في هاد الوقيتة وشوش في الضول الطبيب اللي معاه وأمر باش يعصبوا ليه عينيه. الطريقة اللي كانوا كيعصبوا بها الأعين ديال سجناء تازمامارت، تيديروا لهم القطن في العينين ثم عصابة، وفوق العصابة نضاضر، وعدروا لهم جلابة بالقب، ركبوهم في الشاحنات واتجهوا بهم إلى مدرسة أهر مومو. تماك حرص فضول على التغذية ديال هاد السجناء، أو بمعنى آخر تسمينهم، لأنهم كانوا في حالة يورث لها وكأنهم جايين من كهوف. وبعد أسابيع جا فضول ومعه جوج ديال الضباط وتلاوا عليهم قرار العفو، وهنا كيصيح فيهم فضول ما تقولوش فين كنتو وما تهضروش على تازمامارت، وأي واحد فيكم غيتكلم على تازمامارت غنرجعوا لها. كان هذا آخر لقاء لهم بفضول، لكن ما كانتش مهمة فلورنسيا ذهاب وإياب هي آخر مهمات هاد الضابط. كانت له ملفات سرية كشف عنها كتاب المحجوب الطوبجي قائلا، ونظرا لاختصاصه الماكر في إزهاق الأرواح كان هو المكلف أيضا بتصفية خدام الملك، مثلما تأكد أن الضابط المكلف بالقصر الملكي محمد بوعطار مات على يديه عقابا له عندما قدم تقريرا خطيرا للحسن الثاني. وفي سنة 1999 اتصل ابن بوعطار مستفسرا عن ظروف اختفاء أبيه، وبعد شهر عثر على جثة ابن بوعطار في عمارة بجانب سينما الملكي بمدينة الرباط. ويزدحم ملف فضول بكل جرائم الغدر والظلم، وحتى تكتمل الصورة البشعة لنرى حقيقة هذه الأنفس الشيطانية
أختم بذكر خيانة لا يتحمل أي إنسان مجرد سماعها. هذا فضول تمادى في طغيانه وقتل ضابطا آخر، ثم طلب يد أرملته للزواج وتزوج بها نكاية بالضحية. المحجوب طوبجي أيضا اختم كلامه في فقرة فضول: يا ألطاف الله الخفية، ما كاد الطاغية يتحول إلى التقاعد أي فضول حتى أصيب بالعمى وأصبح عاجزا لا يقدر على شيء، يعيش كالفأر المذعور محاصرا بين جدران البيت، لا يستطيع الخروج إلى الشارع إلا للضرورة القصوى. وها هو يسقط من قمة الهرم السلطوي، ويتعقبه يوما أحد الذين مزق بسياطه جلودهم فيضربه وهو يلتمس الجدران في حي الرياض بالرباط سنة 2006، حيث بقي مرميا بالشارع فترة طويلة. هي رسالة من الله لكل طاغية متجبر. لا نقول كانت النهاية، بل هي بداية الحساب على الظلم. وما ربك بظلام للعبيد. اللهم احسن ختامنا. وكانت هذه القصة ديال محمد فضول الكولونيل المرعب. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. كان الملازم فضول الذي كان يأتي، كان يزور السجن بين الفينة والأخرى، والذي كان فضول كان المتخصص في هذه الأشياء. جاء ليلا ووزع عليهم حقائب جلدية وطلب منهم أن يضعوا كل أسمالهم البالية في تلك الحقائب، ولبسوا ألبسة جديدة وسيق بهم إلى حيث لا ندري. في الصباح قال لنا الأصدقاء: سمع الأصدقاء في العنبر الثاني حارسان يتحادثان، فقال أحدهما: ماذا وقع لهؤلاء؟ قال لا، أجابه الأول بأنه سيق بهم، جاء فضول وساقهم إلى مكان لا نجهله. وقال من نبش هذا القبر؟ قال: نبشه في الليل وأخرجوا جثة الملازم المتوفى وضعوه في سنة. لما خرجنا كان الباب يفتح ورأينا الفضول. هذه أول مرة يفتح عليكم الباب؟ أول مرة نراه. الفضول كان ملازما، فإذا به مقدم ليوتنان كولونيل، هو الذي جاء بكم إلى السجن، وهو الذي جاء في طلبنا لكي يعيدنا. المهم كان ينظر إلى نظرة ثاقبة وبازدراء من أنت؟ يتحقق من هويتنا، وكانت الكشافات ضوء مسلط علينا. كان يقول: افتح عينيك، من أنت؟